السلام عليكم، بارك الله عليكم. المهم انا عندي واحد الفكره جديده ان شاء الله، بغيت ندير شي فيديوهات. راني في المدينه فين كانت في كنكون، كل نهار بغيت نبقى ندير لكم فيديوهات جدادين والمناطق جديده. المهم نتمنى هذا الشيء يعجبكم ونبين لكم شنو كاين في المدينه جديده ان شاء الله. تساروا معايا غادي نخليكم معايا، تساروا معايا في المدينه ان شاء الله. وكما كتشوفوا دابا راه هاد الجرده سميتها جرده لا فونتين، بمعنى بالعربيه كما لاحظتوا. طلبتو باش ناخذ انا واحد لاخور باش ندور به دوره وما بغاش، قال لي هذا الشيء غير بالاطفال ما يمكنش ليا ناخذ شي وحده. انا كما كتشوفوا هذه هي واحد الجرده، الحمد لله راه نقيه كل شيء زوين، اجواء رائعه هنايا كما كتلاحظوا. حتى يجي واحد النهار مازال غيصور معايا اخويا عمر، غيجي واحد النهار غيصور معايا، غيكون معايا اخويا عمر. راه كيما كتشوفوا اخويا عمر ما بغاش هاد النهار يصور معايا، ولكن يجي واحد النهار غيكون معايا ان شاء الله. كيما كتشوفوا خوت بغينا نبين لكم واحد الجهه اخرى من الجرده كيما كتشوفوا معايا.
تبارك الله عليكم. القهوة جات الخوت. ميرسي بوكو، انت جنتي. ومرحبا بكم تشربوا معنا القهوة. مرحبا بكم. كما كتشوفوا القهوة هنايا كتسوى اورو، اورو 40 تقريبا المغرب كتجيب 10 دراهم 14 درهم تقريبا. ها هي القهوة، كاينين غير شي قهوة كاليتي زوينة مزيانة. خير ومروه مرحبا بكم. كنتمنى اي واحد منكم اللي كيشوف هذا الفيديو كنتمنى نتلاقى شي نهار نشربونا وياه قهوه. دابا غنعيشوا واحد الجو في واحد البلاصه اخرى، غنطلع بكم لواحد البلاصه فيها بانوراما بالنسبه للليل. كنتمنى اجيو معايا باش هي دابا داك المكان، واحد المكان زوين. كما كتشوفوا الاوقات اللي كيخدموا فيه لي زيغ دو فيغ، عندنا فوغ غادي 18 ديغنيير 17. المهم مازال عندنا الوقت باش ندخلوا هنا. هنا كاين الطريف الثمن
ايديل الكبار 3 دولار و50 ميزو كاري 6 دولار. المهم كاين عاوتاني لي زونفون اللي يقل 7 سنين غراتوي. المهم راه الثمن بالنسبه لهنايا راه الثمن رمزي ماشي شي حاجه. يلا تفضلوا معنا. المهم نشوف المكان اللي كيكون فيه. بونجور سيو. Excusez-moi, je veux savoir combien de prix. 3 dollars. Ouais, ouais c'est bon, merci. Ah non, c'est qu'un autre c'est qui? Ah d'accord. Ouais, ouais c'est bon, merci. كما كتشوف هنا راه وصلنا للمكان، مكان بانوراما بالنسبه للنيل. غتشوفوا معنا، شوفوا هذا هو دابا كما غتشوفوا هذا هو النيل. هذا نيم بانوراما بالنسبه للنيل. ها نيم كما كتشوفوه، نيم كامل كيبان هنايا. كنتمنى يعجبكم هذا الشيء، كنتمنى. هذا لي طابلو فيهم كيشرحوا فيهم شنو كاين في هاد شنو كاين في مدينة نيم كاملة كما كتشوفوا. شانيل تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الشيء. موح عليكم وتبارك الله عليكم. الى فرصه مقبله وبلاصه اخرى.